السلام عليكم. الاسم ديالي تيمادري حسين، كنسكن بليسا سبا حاليا، وانا تبعت واحد الطريق اللي هي كانت خارجه كان الاقل عندي شويه طايش، وكانت بزاف الحوايج كنت كنديرو، كنت كنبيع المخدرات، كنبيع الشراب، بزاف الحوايج كنت كنديرهم. يعني دخلت السجن وتعاقلت داكشي اللي كنت كندير عليه مده دابا ديال الفتره اللي دوزت ديال الحبس، مده ديال 33 عام، ودابا خرجت ودخلت سوق راسي، والمجتمع ما رحمنيش. ملي ولا هادشي والدهره اللي وليت كنشوف فيها ديال البوفه وديال المخدرات الصلبه وداكشي، ما بقى كيبان لي انسان غادي بغادي انسان غادي بواحد عقليه طايش. انا ندمت على ديك الحياه اللي دوزتها كامله لداخل السجن، ندمت عليها ديال بصح، لان سبب السجن ديالي طلقت ولادي، تشتت لي العائله، دابا عايش انا مع امي، وفي نفس الوقت كنمشي ناكل عندها ونشرب عندها، وكاري واحد المحل 13000 ريال للشهر. وخرجت ودرت كروسه ديال البيع والشراء، وجات هذه الحمله التطيريه وحيدوا لي الدواليه. دابا انا ما كندير والو، ما باغيش نرجع لهذيك الطريق، لان تبت هذيك الطريق ما فيها ما يدار. لو كلشي انسان يتبع هذيك الطريق غادي تشوف راسو واحد الوقت غادي يندم، كما انا نادم على حياتي كامله. يعني ما دوزت لا طفوله ديالي لا شي حاجه غندوز، دابا انا باغي نعيش، باغي ندير الله شويه كنشوف الحياه. ولكن بزاف د الحوايج ما كنت كنتهضر، كنمشي في الشارع، دابا كنت غادي في الشارع كنخرج شي زنقه ما كنعرفهاش، لان علاش ما خرجت لقيت البنايات، لقيت بزاف د الحوايج ما عمرني عرفتهم. المشكل دابا اللي كاين حاليا هو الظاهره دابا اللي ولات ديال البوفه ديال المخدرات الصلبه اللي غتخرج على الانسان، سواء غيكون الانسان عنده كيكون عنده الفلوس كيصبح والو، لانك الطريق اللي تبعها الانسان غيمشي بواحد الهوس. اولا استهلاك الصحه ديالك كتمشي لك، فلوس كتمشي لك، وشكون اللي كيستافد؟ كيستافد هذاك اللي كيبيع بالجمله هو اللي كيستافد. انت من داركم ما عندهمش ما في حياتهمش، كتمشي كتقدر تشفر لهم، تشفر لهم، تشفر لوالديك، تقدر تحيد لامك بسطام، تحيد لختك، تحيد كذا، باش تمشي تشري هذاك الحجره ولا اش تيقول حاجه. انا ما عمري دوزت في هذه المراحل ديال المخدرات، ولكن ما عمري استعملتها وما كنعرفهاش كيفاش دايره. انا كنشوف دريات ودريات كيديروا قرعه، وكنقول لهم شنو تقول لك البوفه؟ يعني هذا الشيء راه ظاهره خايبه، راه انسان خصو يعرف شنو هو. كما انا دزت واحد المراحل ما كنبغيش الانسان يشوف هذوك المراحل اللي شفتهم انايا، يعني راه بزاف د الحوايج بلا ما يتعاقب في صحته هي الاولى. انا سبب المخدرات ديالي وليت خارج على حياتي كامله، خارج على بنتي عندها دابا 26 عام، دابا هي عامين ما كنشوفهاش، مرتي حتى هي هكاك. يعني دابا وليت انا عايش واحد العقليه وحده اخرى بزاف. داكشي اللي كنت كندير ندمت عليه بزاف. اما الحياه داخل السجون، كاينين موظفين الله يعمرها دار، وكاينين موظفين اخرين ما كيبغوش يشدوا لك حقك. كما انا طرات لي انا كنت مريض وبغيت ندير واحد العمليه وداكشي وسط المؤسسه، وناضوش داروا لي خرجوني للسبيطار، وكيديوني للسبيطار وكيديروا لي العيالين وداكشي، والوقت اللي كثر عليهم الدواء ديالي وداكشي هزوني ترونسفير، وانا مريض داوني للحبس واحد اخر. علاش؟ حيت ما عنديش الامكانيات اللي غيوقف معايا وهادي والمحامي وكذا، ما عنديش، عندي غير امي مرا كبيره ومريضه، ما تبقاش كل ساعه غتجي عندي. وشتي عييت وطلبت من الله سبحانه وتعالى نبعد عليا داكشي، ومني خرجت توبه نصوحه، حطيت يدي قدام مصحاب ديال القران، وحلبت لامي وحلبت لخوتي داكشي بان داكشي صافي، بعدت منه. والله يرحم الوالدين، لك اي واحد كيستعمل في هاد المخدرات يحاول يتهرب منها، والله يعفو على اي واحد.